سلام البنات، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم على قناه جنات نور فلوغ. البنات كنبغي نقول لكم رمضان مبارك سعيد وعواشر مبروكه، دخل عليكم ربي بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله يا ربي، وبالصحيحه يا ربي. واللي كتمني شي حاجه الله يعطيها ليها، واللي كيبغي شي حاجه الله يحققها ليه. دونك البنات اليوم جيت لكم بواحد الشهيوه، بما ان غدا ان شاء الله نهار الاول في رمضان، انا قلت نوض نديرها باش نتسحروا. دونك الريب البنات، الريب طبيعي يعني باي زعما بدون شي حاجه يعني اضافيه بحال شي فانيده ولا نو، طبيعي. واحد اللبن كيجي رائع وغزال، دغيا كيوجد، يكفي انا نتسناو غير 6 سوايع ومن بعد كنحصلوا على رايب رائع بنات وغزال. دونك نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. دونك البنات كيف ما كتشوفوا، مكونات بساط اللي غادي نحتاجو. غنحتاجو هنايا اطرو ديال الحليب البنات، اطرو ديال الحليب كامل. غادي نحتاجو هنايا شويه سنيده، هنا غادي نحتاج انايا 3 المعالق سنيده. اللي بغي انا غادي ندير غير 3 المعالق، اللي بغي يزيد يدير 4 المعالق ماشي مشكل، واللي بغي ينقص يدير 2 المعالق على حسب البنات. وغادي نحتاج هنايا الحليب المجفف، هذا غادي نحتاج منه 2 معالق كبار. وعندي هنايا اي دانون، اي نوع ديال دانون غير هو يكون نكهة الفاني. وعندي هنا ساشي ديال الفانيا البنات، دونك هذا ما كان. وغادي ناخذ واحد الكاسرونه هكا، غادي ناخذ البنات كاس، غادي نقصو من داك اطرو ديال الحليب كيف ما كتشوفوا. غناخذ كويس، غادي نقصو من داك اطرو ديال الحليب. انا غنوريكم شنو غادي نديرو بهذاك الكاس اللي نقصناه البنات. دونك هنايا كيف ما كتشوفوا كاسرونه، وعندي هذاك الفوي، هذاك التراب يدوي. صافي غادي نخوي الحليب ديالي، وكيف قلت لكم البنات غادي نضيف عليه سنيده. هنا انا درت 3 المعالق ديال السنيده، في امكانكم ديروا وحده، في امكانكم ديروا 2، في امكانكم ديروا 4، على حسب كل واحد، على حسب الذوق ديالو، على حسب واش كيبغي الحلاوه ولا لا، فهمتوا؟ دونك انا 3 كتجيني هي هذيك البنات، حيتاش كنزينوا في الاخر بالحلاوه، دونك هي هذيك. صافي وكنزيد 2 معالق كبارين البنات ديال هذا الحليب المجفف. صافي البنات راها بسيطه، وكنحصلوا في الاخر على ريب رائع البنات، ثقوا بيا راه زوين صراحه والله العظيم. ودغيا دغيا كيتحضر. صافي كنخلطوا بداك الفوي مزيان بحال هكا بيدي، باش داك الحليب ما يبقاش مكور ليا تما كاين. دونك صافي باش ما يبقاش مكور. هنايا غادي نحطو على جنب، غادي نخليه وغادي نمشي باش نوريكم شنو غادي ندير بهذاك الكويس ديال الحليب اللي نقصت، وشنو غندير بداك دانون والفانيا البنات. دونك هنايا قلت لكم غادي نخليه هكا على جنب، غنحطو بطبيعه الحال. غادي نشعل عليه البوطه من بعد على نار مهيله البنات، خاصو نار مهيله فريمون، تكون نار مهيله. كنحطو فوق منها الكاسرونه اللي درنا فيها الحليب، وكنبقاو نخلطو بشويه 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 حتى تيبان لينا راه بدا كيغلي، يعني بدا كيدير واحد الفقاعات، وكنخطفوه من على البوطه، ما كنخليوش حتى كيفيض كومبليتمون، فهمتوا؟ دونك هذا ما كان. وكناخذ هذاك الدانون، تنجيب بطبيعه الحال ميكسور، وكناخذ هذاك دانون كامل، كنخويه تما كاينه في هذا في داك الاناء ديال الميكسور، كنزيد عليه الفاني، الساشيه ديال الفاني البنات كيف ما كتشوفوا فاني، وكنزيد داك الكويس ديال الحليب اللي نقصت. دونك نتمنى ان الطريقه تكون واضحه البنات. صافي وكنخلط هذا الشيء كامل كيف كتشوفوا، ومن بعد ملي غنخلطو غنخليه محطوط على جنب، وغادي نهز الكاسرونه غادي نديرها في البوطه. دونك ها نتوما معايا، غادي نوريكم كاع المراحل البنات، ها نتوما معايا. دونك هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا، غير كيبدا جاي بحال هكا، صافي كنحيدوها البنات. دونك صافي غير كيبدا يدير دوك الفقاعات كيف ما كتشوفوا، زعما كيتهيئ على انه يطلع. صافي البنات وكنحيدوه من على
البوطه البنات ها نتوما كيف ما كتشوفوا. دونك البنات ها نتوما كيف ما كتشوفوا، كيف ما وريتكم قبيله مني تم جاي غادي يفيد بدا كيدير دوك الفقاعات، حيدتو خطفتو من البوطه صافي. هنايا غادي نجي غادي نتسنى عليه غير شويه البنات، غير خاصو ما يبردش بزاف وما يبقاش سخون بزاف، نقيسو يعني الدرجه اللي تحملها يعني الصبع ديالي. دونك صافي وغادي نكب عليها البنات هذاك دانون والفاني وهذا والحليب، داك كاس الحليب اللي نقصنا. ها نتوما معايا البنات غير برد شويه وها نتوما معايا. دونك هنا البنات رجعت لكم من بعد ما برد واحد شويه كيف ما كتشوفوا. غنجيب هذاك الخليط ها نتوما غادي نبدا نكب شويه بشويه لا ونخلط. هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا صافي البنات، راه ساهل البنات والله العظيم بلا ما تعكسوا. غادي نكب هذا الشيء في شي كغاف البنات ها نتوما، غادي نجيب كغاف كيف ما كتشوفوا وغادي نخوي فيه هاد الريب ديالي كيف ما كتشوفوا. ساهل راه ما كياخذش منا وقت كثير ولا وقت طويل البنات، دونك راه دغيا دغيا كيوجد. دونك هاد الزومة من بعد البنات غادي نجيب هادوك الزليفات ها هما، غادي نجيب الزليفات البنات اللي غادي نحط فيهم هاد الريب ديالي وجد. وهنا بطبيعة الحال جبت هاد السيرو ديال لامونت بنكهة النعناع حتى يوجد هاد الريب ديالي، وعاد غنديرو فوق منه راك عارفه راه كيعطي واحد المذاق رائع. دونك انا غادي نخويه كيف ما كتشوفوا على هاد الشكل هذا، انا عمرهم بطبيعه الحال وغادي نكون موجده واحد المينطه باش غادي. وبعدا قبل خاصني نديرو في سلوفان، نغطيه بسلوفان ولا نغطيه بشي حاجه البنات باش طبيعة الحال يتزمط باش يخمر باش يطلع، حيتاش ما دايرين فيه حتى شي حاجه لا فنيده هذيك اللي كيديروا ولا حتى شي حاجه. دونك هذا طبيعي البنات. دونك حنايا غادي نخمروه راسنا، غادي نديروا فيه واحد، غادي نديروا سلوفان كيف قلت لكم وغادي نزمط عليه مزيان ما خاصوش يبقى شي بلاصه يتنفس منها، ونغطي بمانطا. دونك هانتوما كاع المراحل هانتوما غتبعوهم معايا البنات، دونك نكملوا ونرجع لكم البنات. دونك البنات ها نتوما كيف ما كتشوفوا رجعت لكم من بعد ما درت عمرت هذوك الزليفات ديالي كاملين، راه تبارك الله اطرو ديال الحليب راه خرج لينا 6 ديال الزليفات. دونك درت عليهم السلوفان ها نتوما راه غطيتو ودوبلت السلوفان باش نتاكد باللي الهواء ما عنده منين يدخل لهاد الريب ديالي. دونك ها نتوما كيف ما كتشوفوا غادي نصبر عليه 6 سوايع كيف قلت لكم. غادي نجيب واحد المايطه البنات اللي تكون سخونه حتى هي، وغادي نديرها فوق من هاد الريب هذا على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، وغادي نحطو في شي بلاصه هكا مقره وغادي نتسنى عليه 6 سوايع. دونك 6 سوايع البنات انا كيف قلت لكم راه انا درتو اليوم ان شاء الله باش نتسحروا به ان شاء الله بحول الله. دونك مني غادي يوجد الريب ديالي اكيد غنشاركو معكم البنات باش نقول لكم النتيجه النهائيه ديال هاد الريب هذا. دونك كيف غنعاود نقول لكم انا غادي نزينو بهاد السيرو ديال لاموند ديال النعناع. دونك هذا ما كان نتوما تقدروا ديروا اي حاجه ولا تقدروا تكتفيو كاع بلاش غير بحال هكاك راه كيجي زوين. دونك نتلاقاو البنات من هنا ل 6 سوايع. دونك البنات انا رجعت ليكم باش نوريكم من بعد 6 سوايع، خليت هاد الريب ديالي 6 سوايع. دونك تقلت عليه بديك المينطه اللي وريتها لكم خليته في واحد القنيات. دونك من بعد 6 سوايع انا رجعت لكم ها نتوما شوفوا كي جا، راه جا رائع البنات صراحه جا رائع وزوين. دونك هنايا قلت لكم غادي ندير فيه هذاك السيرو ديال لامونت ديال النعناع ها نتوما كيف كتشوفوا، يعني نتوما عندكم حق تزينوا باش ما بغيتوا. هنايا درت ليه البنات شوفوا درت ليه هنايا الكوك والزبيب. دونك ها نتوما طبيعه الحال انا غنديرو في الثلاجه دابا يا لو طون اللي غادي ناكلو. دونك 6 سوايع فاتت زعما راه بحال كنقولوا راه خمروا كلشي. دونك غادي نديرو في الثلاجه باش 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 ناكلوه بارد. دونك ها نتوما كيف كتشوفوا راه كيجي رائع وغزال ها نتوما البنات كيجي رائع ها نتوما
دونك هذا ما كان البنات، شاركت معكم هذا الريب. دونك هذا الريب اقتصادي وزوين وطبيعي، انكم يعني ساهل في التحضير وما فيش هذيك المواد اللي كيديروا باش كيجمدوه وداكشي، دونك هذا غير طبيعي 100%. دونك هذا ما كان البنات، الفيديو ديال اليوم ساله، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ديروا لي جيم وخليوا لي التعليق علاش لا، الى شفتوا شي حاجه ماشي هي هذيك ولا قولوها لي على راسي وعينيا. دونك تنشكركم بزاف، كنشكركم على التعاليق ديالكم زوينين. اللي باقي ما تابوناش فلاشين يتابونا، مرحبا والف مرحبا. دونك البنات كيف ما كنقول لكم دائما، الله يكتب علينا مكاتب الخير والله يهز علينا يا ربي هذا الوباء عما قريب، والله يعطيكم مناوين في خاطركم يا البنات كاملين، للبنات للدراري. دونك هذا ما كان البنات، الى شهيوة مقبله ان شاء الله. شكرا لكم بزاف.